طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا لتلفزيون السودان. حقيقة أنا يعني عشان ما أشارك معاكم بمداخلة في الموضوع ده، أنا أحب يعني أتكلم كلام عمومي أولا وبعدين أخش في الموضوع اللي أنتم بيصلوا. نعم. أنا عايز أقول يعني في البداية هناك مسلمات لا بد من الاتفاق حولها. هذه المسلمات لا بد أن نعترف بحق المواطن السوداني في التمتع بكل ما جاء في مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا ومتعارف عليها دوليا. نعم. أهم الحق في الحياة، التعليم، الصحة، الحق في حرية التعبير بأشكال متعددة. لا بد أن نتفق على أن حرية التعبير يجب أن تكون بالوسائل السلمية. نعم. زي إقامة الندوات، الكتابة في الصحف والسيارة، ووسائل الإعلام الحديثة كالشبكة العنكبوتية أو الإنترنت وخلافه. إضافة طبعا لحق التنظيم والتظاهر السلمي البعيد عن العنف والتدمير والإتلاف للممتلكات عامة كانت أم خاصة. طيب إذا اتفقنا على هذه المسلمات بالتأكيد السلوك العام لنا جميعا كدولة ومواطنين حيكون سلوك حضاري ومشرف أمام العالم. نعم. ربما ما تكون هنالك أي حاجة إلى ظهور أي قوات أمنية في الشارع العام، وحتى إذا ظهرت ستكون من أجل تنظيم الحركة للمتظاهرين وليس من أجل التفريق أو الاحتفال. طيب بناء على المسلمات دي، التظاهر إذا أخذ شكل العنف والتخريب يقوم يتجاوز حد الحرية المسموح بها للفرد وامتدى لحرية الآخرين. هناك مبدأ هام معروف في شارع الحرية، المبدأ ده بيقول تنتهي حريتك أن تبدأ حرية الآخرين، وبالتالي يضع هذا الأمر اللي هو تجاوز حد الحرية مهدد أمني خطير لكل قوى الدولة الشاملة، وأنا هتكلم عن ثلاثة قوى من قوى الدولة الشاملة: القوى الاجتماعية